فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالأمس نشر في بعض الصحف قانون للأحوال الشخصية يراد دراسة مواده، ومن مواده أن سن البلوغ هو 18 سنة، وأنه الشرع ما هو 18 سنة، البلوغ يحصل بعلامات ما هو بالسن فقط، السن هو آخر العلامات، قد يبلغ لعشر، البنت تبلغ أحيانا لتسع بنزول الحيض عليها، ويحصل بالبلوغ بالإنبات حول القبل، إنبات الشعر حول القبل، إنبات الشارب للذكر، في علامات للبلوغ. فإذا لم يحصل شيء من العلامات، لا حيض ولا إنبات، فآخر شيء السن إلى 15، هذا الذي عليه الدليل 15. نعم، عند الحنفية يقولون أنه 18 وأخذ به القانون، لكن هذا مرجوح 15، لأن ابن عمر جاء ليكتب للجهاد في وقعة أحد، فلم يجزه الرسول لأنه كان دون 15، فلما صارت وقعة الخندق جاء وأجازه الرسول لأنه بلغ 15 سنة. هذا الدليل على أن سن البلوغ 15 سنة. نعم. وكذلك حفظك الله، والأحوال الشخصية هذه مذكورة في الشريعة، لا حاجة إلى القانون والطاعون، الشريعة ما قصرت في شيء، الشريعة كاملة ما قصرت في شيء، فلا يجوز وضع أحوال شخصية أو قانونية مأخوذة من القوانين. نعم، أنت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.